دكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. لأن طبعا بعد تحية دكتور عمرو، الملف ده كتير كتير على مدار سنوات اتكلمنا فيه وحذرنا، وحضرتك اتكلمت عن خطورة القضية ولازم يتم مواجهتها. فرأي حضرتك طبعا في سير جلسة النهاردة دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه يبقى يكون في وعي بخطورة هذه القضية ويتم إدراجها في الحوار الوطني ويتم كمان تخصيص ليها لجنة لوحدها، بتشوف ده ازاي دكتور عمرو؟ مساء الخير، اتفضل. مساء الخير، ارحب بحضرتك استاذه لبنى وارحب بكل مشاهدين الحياه اليوم. يمكن النهارده يوم مهم جدا، كان في جلستين مهمين، جلسه عن الزياده السكانيه وجلسه عن التعليم، ويمكن لو عايزين نشوف الارتباط ما بينهم، الدكتور جمال حمدان في كتابه العبقري شخصيه مصر حط حل وتلخيص لكل مشاكل مصر في عباره واحده، قال فتش عن السكان، وكان شايف ان المشكله دي هي دي المشكله الام اللي بتولد لنا كل المشاكل. فقد يكون نقول المشكله الزياده السكانيه من الحاجات اللي اثرت على جوده التعليم، وكان شايف ان دي المشكله المفتاح اللي لو حلتيها هتحل كل المشاكل اللي موجوده عندنا في مصر. احنا النهارده الناس كتير اتكلمت، بس كان من اكتر الحاجات اللي كل الناس متفقه عليها ان احنا محتاجين نشتغل اكتر. يعني يمكن نقول الملف ده الدولة المصرية فتحها من سنة 1965 لما تم إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، وإحنا دلوقتي في 2023، فإحنا الملف ده مفتوح بقاله أكتر من قرب 60 سنة. دايماً بأكد إن إحنا في حرب وعي، حرب تغيير مفاهيم مغلوطة، يمكن في الحرب محتاجين نستخدم كل أسلحة، واحد يمكن من أهم الأسلحة هو سلاح الإعلام، وده اللي وزارة الصحة والسكان الفترة دي مركزة جداً عليه. يعني نقول إن ملف الزيادة السكانية واحد من أولويات وزارة الصحة دلوقتي. وخصوصا في الرسائل الاعلاميه بنحط الجزء اللي خاص بحقوق الام وحقوق الطفل. يعني احنا دايما نقول حتى معلومه بسيطه جدا، نقول الست لما تحملي وتولدي وتحملي تاني على طول في فتره مبعده اقل من سنتين، احتماليه وفاه الطفل ده 7 أضعاف لو كنت عملتي مبعده اكتر من 4 سنين. فبالتالي دي تبقى رساله دايما الوزاره تضغط بيها على اهميه المبعده بين الحمل والتاني. نوضح للستات اكتر ان في حاجه اسمها سلوك انجابي عالي الخطوره، يعني لما تحمل الست دي تحمل في احتماليه ان في خطوره عليها وعلى الطفل اثناء الحمل، وده بيحصل في 4 حالات. لو عمر الست اقل من 18 سنه يعني زواج اطفال، او عمر الست كبير اكبر من 34 سنه، او فتره المبعده بين الطفل والتاني اقل من 24 شهر اقل من سنتين، او لو ترتيب الطفل ده كان اكتر من ثالث، يعني الست ولدت كذا طفل. طبقا لنتائج المسح الصحي للاسره المصريه الاخير، 77% من السيدات المتزوجات حاليا في مصر لديهم احتمالية ولادة طفل بعامل خطورة. محتاجين طول الوقت يمكن خطاب ديني معاصر، خطاب يرد هل يا ترى هو الطفل بيجي برزقه ولا الطفل ده مسؤولية هنسأل عليه يوم القيامة. فبالتالي محتاجين ان احنا نستثمر اكتر في الطفل من وقت ومجهود عشان يطلع مواطن يكون صالح. طول الوقت محتاجين ان احنا نشتغل على قضيه الزياده السكانيه، وده متاكد ان هي بس مش قضيه وزاره واحده او مجلس واحد، لا، هي دي قضيه شعب ووطن، قضيتنا احنا كلنا. ومن هنا دي اهميه الحوار الوطني عشان نقول ان احنا لازم يبقى في توافق مجتمعي على القضيه دي، على خطورتها، عشان نقول ان احنا محتاجين الكل يشتغل. يعني احنا قد يكون في دور اكبر لازم محتاجينه لمؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات الاهليه عليها دور اكبر، حتى الاحزاب السياسيه عليها دور ان هي تكون دايما موجوده وسط الناس. فيبقى زي ما في تثقيف سياسي بيتم، يبقى في تثقيف مجتمعي. ويمكن زي ما قلت لحضرتك ان احنا وزاره الصحه مركزه على فكره ان هي توصل المعلومه الكامله، يعني دايما بنبعت رسائل توعيه عن ان ازاي وسائل منع الحمل امنه وفعاله. يعني ايه امنه؟ يعني ما بتجيبش امراض. ويعني ايه فعاله؟ يعني لو استخدمتي الوسيله الصح مش هيحصل حمل. وزارة الصحة بتقوم الفترة دي بدور كبير جدا في تحسين خدمات تنظيم الأسرة، يعني طول الوقت بيبقى حتى في العيادات المتنقلة وقوافل للمناطق النائية، يعني وقد يكون مناطق نائية الخدمة فيها ضعيفة، فطول الوقت لما بيبقى في عيادات متنقلة بنقدر إن احنا نوصل الخدمة لأبعد نقطة في مصر. يمكن برضو وزارة الصحة بتقدم دلوقتي وسائل منع الحمل مجانا للجامعات الاهليه، يعني الجامعات الاهليه اللي تبع وزاره التضامن الاجتماعي وتبع الاثنين كفايه بياخدوا وسائل منع الحمل مجانا، حتى المستشفيات الجامعيه بتاخد برضو وسائل منع الحمل مجانا، بحيث ان ده كل ده بيزود فرص ان استخدام الوسائل. احنا في الاخر هدفنا ان الست تجيب الطفل في الوقت اللي هي عاوزاه، بس تكون جايباه بناء على المعلومه المظبوطه. فدايما احنا بناكد نقول للستات
اتجوزي في السن المناسب. لما تجيبي الطفل الاول لازم تعرفي ان احنا لازم يبقى في مبعده بين الطفل الاول الثاني والطفل الثاني، ولما تجيب الطفل الثاني نقول خلاص اتنين كفايه. فبالتالي ده دورنا طول الوقت ان احنا نشتغل على فكره التوعيه. تمام، نقطة في منتهى الأهمية. دكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، ده المهم في الحوار الوطني وفي جلسة زي دي، إن احنا نسمع بعض، نشوف كل واحد ومقترحه، في إجماع على فكرة خطورة هذه القضية، الآليات هي دي اللي احنا محتاجينها، لكن الحوافز، النقطة المتعلقة بالوعي اللي أشار ليها دكتور عمرو، كلها مفردات هتضاف إن شاء الله إن يكون هذا الحوار وهذه القضية نقدر نوصل فيها ل نتيجة ومواجهتها بشكل حاسم.